مقلوبة الفطر أو مقلوبة المشروم. الوصفة دي عشان نعملها عايزين يعني قلنا كوبايتين رز أو حسب عدد أفراد العيلة، وعايزين نص كيلو لحمة مفرومة خشنة يعني مفرومة مرة واحدة بس، وعايزين مشروم طازة 500 جرام نص كيلو، وعايزين واحد بصل، واحد مكعب مرق، 2 معلقة كبيرة سمنة، 1 معلقة صغيرة كركم، ملح وفلفل وبهارات، ورشة جوزة الطيب، وعايزين مكسرات كمان للوش. طيب أول حاجة هنعملها عايزين نعصج اللحمة عادي، هنحط السمنة بعدين نحط البصل ونحط اللحمة. طيب هنحط دلوقتي البصل على السمنة بتاعتنا، وزي ما قلنا هنعصج اللحمة عادي خالص. هحط اللحمة الأول وبعدين هحط المشروم بعدين، لأن المشروم ما بياخدش وقت طويل على النار. هنستنى على اللحمة تتعصج شوية. طيب دلوقتي بقى أنا خلاص اللحمة عندي كده اتعصجت، أنا راضية كده بالنتيجة دي. تمام نحط بقى المشروم، وعندنا نورهان. اهلا يا نورهان. طيب احنا عندنا هنا اللحمة والبصل والمشروم اهم مع بعض على النار. هبتدي دلوقتي بقى ايه احط التوابل بتاعتي. طيب خليني انزل بس شوية النار واحط دلوقتي شوية ملح، وما ننساش ان احنا هنحط مكعب مرق، بس هو عامة حسب النوع، بس ايه ما بيبقاش الملح يعني كتير قوي. هناخد الملح متعودة على فكرة، وناخد بقية الحاجات اللي عندنا. عندنا جوزة الطيب، وعندنا بهارات، وعندنا الكركم. كده تمام، هعلمهم بس مع بعض دقيقة. خليهم كده، نبتدي بقى ايه نضغطهم بس شوية. دلوقتي بقى نحط الرز بتاعنا فوق الخلطة بتاعتنا. طيب احنا دلوقتي عايزين نحط مكعب المرق هنا، عشان انا نسيت احطه هنا فهندوبه بره. هدوبه بس وبعدين نحط المية ونبتدي ايه نسوي المقلوبة بتاعتنا. هحطها على النار. ممكن نكون محتاجين نتفة كمان صغننة، بس خلاص هنسوي بقى الرز بتاعنا عادي. هستنى بس ايه لما يغلي، هستنى لما يغلي وبعدين هبص على هدوق الطعم واقدر اعرف اذا كنت هضيف شوية ملح او في حاجة ناقصة ولا لا. تمام هدوق بقى دلوقتي، المية هي ابتدت تغلي زي ما انتم شايفين، فهدوق بس المية اخبارها ايه اذا كان انا راضية عن الطعم ولا لأ.